بنشيد الوطن الغالي والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بدأت الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية بالقامشلي احتفاليتها بالذكرى الثانية بعد المئة للإبادة الجماعية التي ارتكبتها الأيادي العثمانية بحق الأرمن، بحضور الدكتور الراهب روبن البدنيان راهب مطرانية الأرمن بالقامشلي والمطران مارموريس عمسيح مطران السريان الأرثوذكس بالقامشلي. سوريا هي حضانتنا من جيل لجيل، وأيضا أرمن أعطوا أبنائها لجيش عربي السوري دفاعا عن الوطن دفاعا عن أمة، والأرمن جزء لا يتجزأ من أرض سوريا. مشان هيك بنعمة المسيح بصلوات كل أبنائنا أكانت إخواتنا مسلمين والمسيحيين، بقوتنا إن شاء الله نصر لسوريا ولشعبها. نحن شعب كرامتنا فوق كل شيء، والبلد اللي عم نعيش فيه سوريا، ونقولها دائما تحيا سوريا بشعبها بأبنائها بقيادتها بجيش الباسل اللي عم يضحي بكل غالي ونفيس من أجل حمايتنا، لأن لولا الجيش العربي السوري لما كنا عايشين. ربنا يحمي الجيش سوريا الله يحميها، وسوريا الله حاميها، ربنا يحمي الشعب السوري والشعب الأرمني. في هذا اليوم نحيي ذكرى شهداء أرمينيا الذين منذ 100 عام ونيف ضحوا بأرواحهم في سبيل أن نبقى نحن، في سبيل أن يستمر الجيل الأرمني. قتلوا وأبيدوا على يد عدو لم يعرف رحمة ولم يعرف ذرة إنسانية، ولكن في كل مصيبة تحل بالبشرية هناك مخلص، وكانت سوريا مخلصنا. باقون وسنواجه الإرهاب بكل أشكاله، ونتمنى الأمان والسلام والخير لبلدنا العزيز. نحن نتمنى من هذه الأيدي السوداء أن تسحب يدها من بلدنا الحبيب سوريا، بلدنا جميعا، ونحن نتمنى أن يرجع الأمن والأمن والأمان والسلام لهذا البلد الحبيب وطننا جميعا. بعيد أو ذكرى مجازر الأرمنية التي حدثت في عام 1915 في تركيا العثمانية، أنذاك الأتراك كشروا أنيابهم، هجروا وقتلوا أكثر من 2 مليون أرمني، واقتلعوا جذور الأرمن من وطنهم الأم، فتشرد الأرمن في عالم كله، وكان نصيب سوريا العدد الأكبر من الأرمن الذين أتوا إلى سوريا حفاة عراة جرحى مرضى، ولكن الشعب العربي السوري في سوريا احتضن هؤلاء الأرمن. في سوريا خلال السنوات الست الماضية تعلمنا قيمة الشهادة، تعلمنا إنسان يكون قادر أنه يحافظ على بلده بدمه وبروحه وما يتنازل عن حقه. الفعالية ضمت عدة فقرات وكلمات تحدثت عن المناسبة، ويذكر أن الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني عام 1915 على يد الأتراك ما زالت ترتكب بحق الشعب السوري كل يوم.